السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صفحة سعيد اللقاء التفاعلي المباشر تحت عنوان نضال المفروض عليهم التعود دفاع عن المدرسة والوظيفة العموميتين. طبعا نواكب في صفحة هذا الحراك التعليمي الذي تشهده الصحة التي لها خاصة بكل لكنها واحد في عدالة ملفاتها المطلوبة ومكتسبات. ضيوفنا اليوم في هذا اللقاء التفاعلي يشرفني في البداية الأستاذة رجاء أيت سي، أستاذة التعليم الابتدائي بالمديرية الإقليمية الخميسة، عضوة لجنة الإعلام الوطنية للتقنية الوطنية للأساتذة، منسقة مديرية الخميسات. كما يشرفني أيضا الأستاذ عثمان رحموني، أستاذ مادة الفن التعليمية الإقليمية عضو لجنة الإعلام الوطنية لتنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد جهة الطلبة البيضاء ستات. مرحبا بكما جميعا في حضورنا لهذا اليوم أهلا ضمن وسهلا بك. لقاءات إيديوكا 24. شكرا. بداية أشكركم على قبول الدعوة، ولو سمحت أستاذ عثمان أن نبدأ بالأستاذ رجاء ما يقال. أستاذ، ضيوف المتتبعين، ما هو نظام التوظيف في نقطة؟ ما الذي أقصد به بالضبط؟ السلام عليكم، تحية نضالية، تحية طيبة لصفحة إيديك 24. شكرا على دعوة التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد لهذا اللقاء التفاعلي حول معركة الأساتذة المفروض عليهم التعاقد كمعركة للدفاع عن المدرسة والوظيفة العموميتين. إذا كلمحة أولية على نظام التشغيل بالتعاقد، نظام التشغيل بالتعاقد جاء بعد صيرورة هجمات أو مسلسل هجمات بدأته الدولة على القطاعات الحيوية ومن بينها قطاع التعليم منذ ثمانينيات القرن الماضي، عندما اتجهت الدولة إلى التخلي التدريجي عن المدرسة العمومية وبالتالي التخلي عن كل الحقوق والمستلزمات التي ترتبط بالمدرسة العمومية. في فترة 83 93 هذه العشرية كان هناك مجموعة من التقارير من المؤسسات المالية التي دخلت معها الدولة في شراكات وفي التزامات مالية، ونقصد هنا البنك الدولي وكذلك صندوق النقد الدولي والمنظمة العالمية للتجارة واتفاقية التبادل الحر. كل الاتفاقيات هذه جعلت من الدولة في عشرية 83 93 وما سمي بإصلاحات أو بالتقويم الهيكلي، سياسة التقويم الهيكلي تعيد النظر في مجموع من القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاعي التعليم وقطاع الصحة. في 99 بالضبط، يعني بعد يعني واحد مجموعة من المقاومة من طرف الشعب المغربي أنه يبقى محصن هذه الحقوق التاريخية وهذه المكتسبات التاريخية، صحة وتعليم جيد. في 99 ستعمل الدولة على مأسسة الهجوم، بمعنى أنها سوف تحاول أن تعطي واحد ترسانة قانونية تمأسس لهذه الهجمات، وبالتالي ملي كيخرج لنا في 99 ذاك الميثاق الوطني للتربية والتكوين فهو في أهم مواده نجد اعتماد آليات التشغيل، من بينها آلية التعاقد، تنويع هذه الآليات ديال التشغيل والاعتماد على التعاقد كآلية مستقبلية في التشغيل على مستوى الترسانة القانونية. سيتم فيما بعد في 2001 إحداث الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين كمؤسسات عمومية يمنحها قانونها المحدث 2007 يمنحها الحق في الاستقلال المالي والاستقلال الإداري. إذا هذه الأمور كلها بمثابة تدرج في الهجمات أو تهيئة شروط الهجوم أكثر فأكثر.
سنة 2005 ستزداد حدة الهجوم بعد بالضبط في حكومة دريس جوتو، عندما أقرت الوزارة ديال التعليم ما سمي آنذاك بالمبادرة ديال المغادرة الطوعية ديبار فولونتير، ولا ما يسمى حقيقة يعني تسريح جماعي للعمال، تسريح جماعي للموظفين الذي فاق 29 ألف موظف. إذا هنا الدولة هي من كانت تكرس أو تكرس شروط الهجوم أكثر على المدرسة العمومية، وبالتالي هي من خلقت أزمة النقص في الموظفين والنقص في الأساتذة وفي الأطر من داخل المنظومة التعليمية. سيستمر هذا الهجوم كذلك مع المخطط التعجيلي في 2009. مجموعة من الأمور سوف تعرف تراجعا خطيرا على مستوى تهشيش الوضعية ديال الأساتذة. في 2014 2015 موسم 2014 سيزداد الهجوم درجة متقدمة عندما سيتم فصل التوظيف عن التكوين، أو ما سمي آنذاك بمعركة الأساتذة المتدربين أو فوج الكرامة، الذي ناضل لمدة 10 أشهر أو أكثر ضد هذا المرسوم الذي قضى، أو عفوا المرسومين قضوا بفصل التوظيف عن التكوين وتقزيم منحة التكوين، بمعنى أن المنحة التكوين التي كانت تعطى للأستاذ بعد اجتيازه للمباراة النهائية والقبول في أسلاك الوظيفة من داخل الوزارة كأستاذ، كانت تعطى نصف الأجر كمنحة، تم تقليص هذه المنحة إلى الربع. فصل التوظيف عن التكوين المرسوم الثاني أي أن الأستاذ عندما يجتاز بشكل نهائي الكتابي والشفوي ويتم قبوله بشكل نهائي لا يعني أنه موظف، وإنما يعني أنه متدرب سيجتاز امتحان آخر، وبالتالي هذا الفصل ديال التوظيف عن التكوين كان بمثابة مزيد من الهجوم على صفة الموظف. ليزداد الهجوم بشكل عام أو بشكل جد متقدم، سنة 2016 في نهاية سنة 2016 سيتم فرض ما تم التنصيص عليه في الميثاق الوطني في 99، سيتم فرضه بشكل قسري بقرار أحادي من طرف الدولة، بمعنى أنها أخرجته إلى حيز الوجود ولم يظل حبرا على ورق في الميثاق الوطني. سوف تفرض قرارا مشتركا قاضي بالتوظيف بموجب عقود التوظيف مع هذه الأكاديمية التي أنشئت في 2001 ولم يعطى لها هذه الصلاحية، ولو أنها مضروبة من الناحية القانونية هذه الصلاحية، إلا أنه أصبح الأمر مفروض بشكل قسري بقرار أحادي أن يخرجوا الوظيفة بالعقدة أو بموجب عقود. هذه الوظيفة بموجب عقود مع المؤسسات العمومية اللي هي الأكاديميات جاءت في مبررات الدولة لها على أن هناك حالة من الاكتظاظ داخل المؤسسات، وبالتالي وجب علينا توظيف عدد من الأساتذة لحل هذا المشكل المرحلي اللي كان في روايتهم يعني الرسمية التي يبررون بها فرض التعاقد، على أن القسم ولا فيه 70 وأكثر من 70 تلميذ، وبالتالي مضطرين إلى المزيد من الأطر ولكن بوضعية أخرى، وضعية التعاقد. إذا لاحظ معي مسلسل الهجوم من البداية كان يقتضي تهشيش الوضعية وتهيئ الشروط، لا من الناحية القانونية ولا من ناحية تقبل المجتمع لهذه المسألة، تقبل المجتمع ديال أنني نوظف عدد ولكن نوظفه بطريقة هشة، بمعنى أنه خلق الدولة خلقت الاكتظاظ لأنها سرحت مجموعة من الأساتذة في 2005 وقبل ذلك وبعد ذلك، وفي نفس الوقت هيئت شروط الهجوم ديال تهشيش الوظيفة بخلق واحد يعني مجموعة من العاطلين عن العمل، يعني طلبة أقصد هنا مجموعة من حاملي الشهادات اللي لم يجدوا لهم مكانا في الوظيفة العمومية، وبالتالي حصنت واحد الجيش احتياطي من المجازين ومن حاصلين على الشهادات العليا، لتتم فيما بعد فرض شروط أو ليتم فرض شروط أكثر تراجعا على الوظيفة العمومية. هنا أشير على أساس أن الدولة في 2016 في قانونها، في قانون المالية ديال 2016، أصدرت وخصصت 8000 منصب ديال الوظيفة العمومية من داخل قطاع التعليم، هادشي في 2016 خصصت 8000 منصب في الوظيفة العمومية من قطاع التعليم ليتم التراجع عليها في نفس السنة، تحدثت
تحذفات داك 8000 منصب وتم استبدالها ب 11000 منصب ديال بموجب عقود. لذلك سمينا بان الدوله هنا فرضت التعاقد لانها لم تترك خيار الوظيفه العموميه، لانها لم تترك مجال لنقاش مجتمعي ونقاش جدوى هذا التعاقد، اذا كان فعلا التعاقد جاء من اجل حل مشاكل الاكتظاظ وحل المشاكل التي تعاني منها المنظومه والتي ساهمت فيها الوزاره ومعها الدوله منذ سياساتها السابقه. اذا هذا التبرير يصبح لاغيا، لان الدوله كانت تسارع الزمن لفرض التعاقد بالطريقه التي يتم قبولها لا من العاطلين عن العمل، لا من المجتمع الذي يعاني من الاكتظاظ ولادو ما كيلقاوش فين يقراو، وبالتالي هي هيئت الشروط لفرضه بقرار احادي، لذلك نسميه كان فرضا، لذلك نسميه ان تم فرضه فرضا على الاساس. اذا هذا هو السياق العام للهجوم. هنا نتساءل هل فعلا ان التعاقد كان بمثابه المفتاح السحري او الحل السحري لحل معضله الاكتظاظ او تعميم التعليم على مستوى كل 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 الجهات في المغرب هنا، ام ان الهدف الاساسي هو فعلا خلق واحد نمط جديد من التوظيف يوكل ليس للاداره العموميه، ليس للوزاره باعتبارها اداره المركز التي تسهر على ضمان تعليم عمومي للجميع، ام ان الغايه القصوى هو ان نجعل من مؤسسات عموميه ذات استقلال مالي ان تبحث عن طرق لتحويل التعليم الى سلعه. نفس التوصيات اللي كانت اللي اعطى البنك الدولي في 83 انه خصو يرجع التعليم منتج. اذا فات الصيروره كلها، وصلنا لمرحله اننا نوصلوا بالتعليم اننا نردوه سلعه، وان هذه المؤسسات هي التي توكل لها المهمه ديال بيع هذه الخدمات. سوف نعرج على هذا الامر في باقي المداخلات. نعم استاذ، طبعا هنا المساله ديال الفرض، اذا على حسب كتلخيص المساله ديال الفرض استعملوها بالمعنى الحرفي لعملية التعاقد، انهم جابوا لكم قالوا لكم سيدي وتعاقدوا معنا، يعني الفرض هنا يفهم منه انه اللي جا خيار اخر. سي عثمان، نتوجه للاستاذه رجاء ونطرح سؤال، كيف يمكن ان نربط التوظيف التعاقد باستهداف مجانيه التعليم، خصوصا اننا كنشوف المحطات النظريه الاشكال ديالها استاذ رجاء ديال الاساتذه المفروض عليهم التعاقد، هناك من يتهمكم انكم تقوموا بالمساله ديال المدرسه العموميه مجانيه كذا كذا كذا، ما علاقه التعاقد او نظام التطبيق الجهوي بهذه المساله؟ تحياتي. شكرا استاذ عبد الله على السؤال. في البدايه تحيه لكل المتتبعين والمتتبعات. كما في البدايه اشار الاستاذ عثمان في السياق اللي تم تنزيل ديال التعاقد، كنقولوا ان تنزيل مخطط التعاقد هو الباب الواسع لبيع المدرسه العموميه، يعني اللي ما تبقى من مجانيه التعليم، وهذا الشيء ما جاش ماشي خطاب من اجل الاستهلاك فقط، ولكن الصيروره اللي تنزل فيها مخطط التعاقد هي اللي كتاكد هاد الاطروحه هذه. كما قال الاستاذ سابقا، قلت ان غير نسبه المديونيه ديال الناتج الداخلي الخام من 1973 حتى 1983 راه ارتفعت، هذه ارقام يعني هما اللي نشروها، يعني ارقام ديال الدوله، ارتفعت من 22% الى 97%. يعني هذا الارتفاع الصاروخي ديال نسبه المديونيه هي اللي رهنات البلد لدى صندوق النقد الدولي والمؤسسات الماليه. حنا عارفين واحد المساله، يعني غنكونوا متفقين عليها، ان من يسود اقتصاديا اكيد سيسود سياسيا وسيسود ايديولوجيا، يعني مباشره من بعد هاد الديون المتراكمه عند المغرب كتجي ما يسمى باتفاقية واشنطن. هذه الاتفاقية هذه فيها مجموعة البنود، من بين البنود الصريحة جدا هي أن جوج نقط أساسية عندنا علاقة بها، هي تصفية القطاع الخاص قدر الإمكان وخصخصة المنشآت التي تملكها الدولة،
ثم تخفيف العبء الضريبي على المداخيل الأكثر ارتفاعا. يعني هنا يتم التنصيص بشكل صريح على التخلي على القطاعات الصحة التعليم وما إلى ذلك. الأجراء ديال يعني هاد البنود هذه، يعني في حالة يعني لو بغاو الدول يزيدوا يستمروا في المديونية، وجب عليهم أنهم يطبقوا هاد الاتفاقية هذه. الأجراء ديال هاد الاتفاقية دي واشنطن كتجي في مجموعة من الأمور، كاينة في ما يسمى بسياسة التقويم الهيكلي، كاينة في الميثاق الوطني قبل التكوين، كاينة في المخطط الاستعجالي، وكذلك في مجموعة من المخططات. سياسة التقويم الهيكلي أو ما يسمى بسياسة التقويم المركزي فيه مجموعة من البنود، نركزوا على البنود اللي عندنا علاقة بها حنايا. النقطة الأولى هي الرفع من مؤشر التمدرس للتعليم الأساسي، يعني الابتدائي والإعدادي. هنا شنو غنستنتجو من هنا؟ يعني التركيز فقط على أن التلميذ أو المتمدرس يكون عنده الشهادة ديال الإعدادي، بالتالي هذا توفير يد عاملة رخيصة للشركات. وحنا راه كنشوفوا الشركات ديال الكابلاج في المغرب ديال من، ومشحال كيتخلصوا العمال والعاملات، أثمنة بخسة ومجموعة من الشروط اللي هي جد مجحفة. كذلك ربط التعليم بالمحيط الاقتصادي، يعني وجعله جعله عفوا يخدم متطلبات الرأسمال. هذه النقطة يعني منسجمة مع النقطة الأولى اللي قلنا. كذلك خفض المجهود المطلق، يعني هذا هو معيار يحدد نسبة الناتج الداخلي الخام اللي كتخصصه كل دولة لقطاع التعليم. يعني غير من 83 ل 94، يعني من 1983 ل 1994 كان نسبة الناتج الداخلي الخام اللي خصصته الدولة لقطاع التعليم في 83 كان 6.64، في 1994 انخفض ولا 5.34. يعني هنا غنلاحظوا أن فعلا الدولة بدات كترفع يديها شوية بشوية على ما يسمى على قطاع التعليم. هذا كله تنزيلا لإملاءات صندوق النقد الدولي. ما علاقته بالتعاقد؟ يعني في الميثاق، في سياسة التقويم الهيكلي، في المخطط الاستعجالي، فيه بنود تشير إلى تنويع سبل التوظيف وما إلى ذلك، تنويع يعني أوضاع المدرسين عفوا. فيه بصريح العبارة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين في المادة 135 تنصيص على التوظيف بالتعاقد، جاءت العبارة كالتالي، يعني المادة: يتم تنويع أوضاع المدرسين الجدد من الآن فصاعدا، بما في ذلك اللجوء إلى التعاقد على مدة زمنية تدريجية قابلة للتجديد على صعيد المؤسسات والأقاليم والجهات. هذا في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، يعني ديال 1999. ثم مراجعة المخطط الاستعجالي في المشروع 15، كذلك في المشروع 17، فيه بصريح العبارة يعني أن سيتم اللجوء إلى آليات أخرى، يعني أشكال أخرى من التوظيف. وفيه كذلك تنصيص على الخصوصة ديال التعليم، على الرفع يدها على الدولة أنها ترفع يدها على التعليم تدريجيا. هذا كيتأجر على أرض الواقع، يعني غير من 2010 ل 2018 النسبة ديال التلاميذ يعني اللي مشاو للتعليم الخصوصي راه في ارتفاع. كذلك في المقابل في القطاع العام كاين انخفاض. علاش كاين هذا الاختلاف هذا؟ لأن الدولة كتعطي تحفيز، كتحفز القطاع الخاص، وفي المقابل كتهمش القطاع العام غير من خلال البنيات التحتية، من خلال المجموعة من الأمور اللي كتسعى ليها. يعني ملي كنقولوا أن مخطط التعاقد هو مدخل لبيع المدرسة العمومية، ما جاش من فراغ، هذا استنادا لمجموعة من الوثائق، مجموعة من المخططات، مجموعة من المواثيق اللي كتعتمد عليها الدولة، اللي كيقول أن التعاقد جاء في 2016. لا، هو التنزيل أو الأجراء الفعلية كان في 2016، ولكن التهيئ راه التهيئ لخصوصة التعليم جاي منذ 1984 إلى ما كانش قبل، ومن إحدى المداخيل فقط هي مخطط التعاقد.
شكرا أستاذ رجاء على التوضيح، ونتمنى طبعا المتابعين ممكن أنهم يطرحوا أسئلتهم حتى يتم تقديمها. شكرا مجددا أستاذ رجاء. أمر أو أعود للأستاذ عثمان. إذا أستاذ عثمان، مجموعة ديال الناس كيتهموكم أنكم دائما الاضرابات، المتعاقين الاساسيين الجدد دائما عندهم اضرابات، في نظركم واش كتحملوا هذه المسؤوليه، واش كتشوفوا ان النضال ديالكم ما فيهش ضرر على المتعاقين؟ نتبع الخطاب عن الاباء والمواطنين المغاربه. تحيه مجدده لك استاذ عبد الله، تحيه للاستاذ رجاء، وتحيه للمتتبعين مجددا. هذا الاتهام هو لنعلم مصدره اولا، لانه اتهام من طرف اعلام الدوله، وتحاول استهداف الاسر لفصلها عن النضالات التنسيقيه، وفصل الشعب عن النضالات الاساسيه، لان كاين واحد الاعتبار بان الاستاذ ماشي ولد الشعب، يرسخ في اذهان ابناء الشعب على ان الاستاذ ماشي ولد الشعب، ماشي قرا في مدرسه عموميه وكيقرا في مدرسه عموميه. هذه المساله خصنا نوضحوها. هذا الاتهام هو الجديد القديم في اي حركه احتجاجيه، باننا نحن هم من نهضم حق المتعلم في الزمن المدرسي. فلذلك سنرسمها بشكل ثلاثي. المدرسه كما اقول دائما، المدرسه فيها معرفه، تلميذ واستاذ. فاي خلل في هذا الهرم الثلاثي، اي خلل في واحد الشق فيه، ينعكس ايجابا أو سلبا، عفوا، ينعكس سلبا على باقي الجوانب الأخرى، بمعنى أن إذا اختل المقرر الدراسي سوف يختل علاقة التلميذ مع الأستاذ، إذا اختل حق التلميذ سينعكس سلبا على الأستاذ، إذا اختل حق الأستاذ سينعكس سلبا على 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 التلميذ. إذا هذا الفصل واضح. فمن ضامن لكل هذه الحقوق أو هذه التوليفة الثلاثية؟ الضامن هو الوزارة الوصية بطبيعة الحال، باعتبارها هي المسؤولة على تأمين أولا تعليم عمومي جيد من ناحية ديال المنهج، علمي ذو جودة وشعبي بمعنى للكل. هي المسؤولة كذلك على تأمين الزمن المدرسي باستجابتها لحقوق المتعلم، وفي نفس الوقت استجابتها لحقوق المدرس. حقوق المتعلم هي أنها خصها تبني له مدارس عمومية، خصها توفر له مناهج للدراسة، وخصها توفر له الشروط ديال إتمام الدراسة. بالنسبة للأستاذ، يجب عليها أن تهيئ له وضعية وظيفية قارة، بمعنى وظيفة عمومية قارة، ما ينعكس إيجابا بطبيعة الحال على التحصيل الدراسي للتلاميذ. إذن الأستاذ في هذه الحالة، الأستاذ المفروض عليه التعاقد، هو أستاذ مهضوم الحق، مهضوم الحق في وظيفة عمومية. وبالتالي هذا الهضم بالحق من طرف من؟ من طرف الدولة ومعها الوزارة ومعها الحكومة، يعني مؤسسات الدولة ككل، هي التي هضمت حق الأستاذ، مما انعكس سلبا على الزمن المدرسي للتعليم. إذا هل نحاسب مهضوم الحق أم هاضم الحق؟ إذا فمسؤولية هدر الزمن المدرسي ملقاة على عاتق الوزارة الوصية، ملقاة على عاتق المتدخلين في الشأن التربوي وفي المنظومة التعليمية، يعني الدولة كدولة راعية لهذا الحق الاجتماعي، هو الحق في التمدرس. إذا باستجابتها الدولة لمطالب الأساسيين المفروض عليهم التعاقد، وليس فقط المفروض عليهم التعاقد، وإنما عندنا مجموعة من المطالب ديال الشغيلة التعليمية مطروحة الآن على أرضية النقاش. إذا لم تستجب فهي من يساهم في الهدر الزمن المدرسي، بل من يساهم في الهدر المدرسي بشكل عام، لأن كما سبقت الإشارة على أن الدولة في توجهها الآن ليست لا تريد مدرسة عمومية للتلميذ لكي يصبح مواطن الغد بالفهم العام، الفهم ديال أنه يبني ذاته كذات مستقلة واعية قادرة أنها تشارك في الشأن العام، قادرة أنها تبدي رأيها، بقدر ما تطمح الدولة إلى يعني إنتاج واحد الجيل أو أجيال من العمال أو من الطبقة العاملة الرخيصة، من اليد العاملة الرخيصة. وهذا هو التوجه الحقيقي للدولة عندما أقرت بأفضلية التكوين المهني على المدرسة العمومية.
التحويل المهني يوفر يد عاملة رخيصة بالنسبة للمستثمر الأجنبي، وهنا نحمل الدولة هذه التبعية للمستثمر الأجنبي ورهن البلاد، رهن البلاد وكذلك الشعب، يعني رهن حتى أبناء هذه البلاد رهنهم تحت، يعني تحت وطأة الرأسمال العالمي. فبالله عليك، مثلا الدولة ملي كتوجه للتكوين المهني وكتحاول ما أمكن تمأسس التكوين المهني وتدفع به وتدعمه وتحاول ما أمكن أنها توفر الشروط له، لماذا؟ باش تجي تستثمر لمجموعة من الشركات الأجنبية، شركات فرنسية وشركات أجنبية تستثمر في المغرب. بالله عليك، هذه الشركات واش ما عندهمش مثلا في الدول إذا كانت شركات مواطنة ويتبجحون على أنهم جابوا هذه الشركات للمغرب باش يحاربوا البطالة؟ بالله عليك، هذه الشركات في دولهم ما عندهمش البطالة، فرنسا مثلا ما فيهاش البطالة، لماذا تستثمر شركات فرنسية، شركات الكابلاج وشركات بحال هذه كتستثمر في المغرب؟ مش حبا في المغرب أو نصرة إلى أبناء هذا الشعب، وإنما لأن المغرب يوفر لها يد عاملة مكونة ورخيصة، بمعنى أن السميك المغرب وصل 3000 درهم، في فرنسا السميك وصل ل 13000 درهم، وبالتالي هنا الدولة عندها واحد التوجه ديال الرهن حتى أبناء الشعب تحت خدمة اللوبي الرأسمالي العالمي. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية هو ضرب أو تهشيش وضعية المدرسة العمومية لكي يتم العزوف عليها، وبالتالي يجب الرفع من قيمة التعليم الخصوصي في المقابل لكي يكون هناك تطبيع مع التعليم الخاص، التعليم يعني الذي يقدم الخدمة مقابل الثمن، يعني مقابل الدفع. إذا فالدولة توجهها العام هو التخلص من كل القطاعات المجانية، القطاعات الاجتماعية الحيوية المجانية، وبالتالي ضرب هذه القطاعات من الداخل ديالها بتهشيش الوظيفة، وبالتالي ضرب حتى المتدخلين فيها. إذا هذه علاقة الصراع التي تحاول الدولة أن تخلقها بين المتمدرس وما بين المدرس، تحاول فصلهم لكي يرى بأن التلميذ حقه يهضم من طرف الأستاذ، في حين أن حقوق لا المتعلم ولا الأستاذ مهضومة من طرف هاضم الحق اللي هي الدولة في توجهها وفي فشلها في سياستها المالية التبعية. إذا لكي تتضح الصورة للشعب المغربي، راه ما بغاوش ولادكم يقراوا، لأن اللي كيقرا في مدرسة عمومية يطالب بوظيفة عمومية. إذا الدولة هنا تحاول التخلص من هذه كلفة الوظيفة العمومية، وكل القطاعات اللي الكلفة ديالها تتحمل فيها الدولة باعتبارها لماذا وجدت هذه الدولة؟ علاش دارت الدولة إن لم تكن دولة رعاية للمصالح الاجتماعية ككل، صحة، تعليم، تطبيب، سكن لائق، كل هذه الأمور، شغل. إذا هي تحاول أن تتخلص من هذه المهام الجوهرية اللي توجدت منها الدولة، وبالتالي تحاول استثمار أو تحويل كل هذه القطاعات إلى قطاعات مربحة أو منتجة بالنسبة لها، وذلك على حساب الشعب المغربي. إذا فهذا التوجه ديالها حاولت أن تهيئ شروط من الناحية القانونية، شروط من ناحية ديال تقبل المجتمع، لكي يصبح التعليم بمثابة سلعة تعرض لمن يملك. لمن يملك له الحق في التعليم، أما الذي لا يملك لا ليس له هذا الحق، هكذا الدولة في توجهها. فجاءت بهذه الآلية، آلية التعاقد، لمحاولة، وهنا كنضيف على مستوى ديال ربط معركة إسقاط التعاقد في علاقتها مع مجانية التعليم، بمعنى أن التوظيف بالتعاقد هو توظيف ليس توظيفا مركزيا مع الإدارة العمومية اللي هي الدولة، والإدارة العمومية أنها يتحمل الكلفة ديال التعليم. فوجهت هذا التوظيف إلى المؤسسات العمومية التي تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري. إذا الاستقلال المالي سيسهم في ميزانية الدولة عبر لجوء هذه المؤسسات العمومية، لأن غتفرض مستقبلا غتفرض النقاش ديال أنني خصني نستقل ماليا، بمعنى أنني خصني نمول هاد المنظومة اللي عندي جهوية، مثلا التشغيل الجهوي اللي عندي، مثلا أعطي مثال جهة الدار البيضاء سطات، يجب
ان استخلص اجور هذا الاساتذه اللي عندي في الجهه ككل ما يزيد على 16000 استاذ بجهه الدار البيضاء 16 المفروض عليهم تعاقد. اذا سيسود الخطاب على اساس انني خصني استخلص مجموعه من 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 الاموال لاعطاء اجور هذا الاساتذه، وبالتالي ساتوجه الى نظام سيجما كما هو معمول به في المستشفيات الجهويه في المؤسسات العموميه بشكل عام. حتى المستشفى الجهوي هو مؤسسه عموميه كما هو معمول به كذلك في مراكز التكوين المهني، كما هو معمول به مثلا في المكتب ديال الفوسفات، المكتب الوطني للسكك الحديديه، كل هذه المؤسسات العموميه. النظام سيجما هو انني نبيع الخدمه وثمن بيع الخدمه هو اللي كنأدي به واجبات او اجور الموظفين اللي عندي في ديك المؤسسه العموميه. اذا نولي في واحد الحلقه دائره مستقله على المركز اللي هو من المفروض انه يوفر هاد الاجور ديال 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 الاساتذه او نفقات الاساتذه او نفقات الموظفين اللي كاينين في ديك المؤسسه العموميه. ستلجأ الى بيع خدماتها كما لجأت الى ذلك مراكز التكوين المهني اللي ولا الدبلوم دابا ساوي 1500 حتى 2000 درهم. وبالتالي حتى الاكاديميات لكي تحقق استقلالها المالي سوف تتوجه الى بيع خدماتها لابناء الشعب المغربي عبر فرض رسوم تسجيل، عبر ادخال شركات خاصه لتمويل المنظومه، وبالتالي ملي ندخل شركه خاصه راه تلعب على هامش الربح وعلى محاوله بيع الخدمات للتلاميذ، وبالتالي غنوليو عندنا واحد التفاوتات في التعليم، واحد التعليم اكثر طبقيا مما هو كاين اليوم. هنا كنشير على اساس ان الدوله من يعلم طبيعه الدوله في هذا التوجه، لان يعني من يحكم او من موكل له المهمه الان لا يهمه نقاش المدرسه العموميه بقدر ما يهمه كيف تصبح هذه المدرسه العموميه هي منتج بالنسبه له، ان تصبح شركه خاصه تنتج. لان هاد الناس اللي حاكمين ما كيقرنوش وليداتهم في المدرسه العموميه، بن كيران راه عنده مدارس خصوصيه، هو لوبي خصوصي. امزازي كيقري ولده في ليسي ديكارت اولاده. اذا هما نقاش المدرسه العموميه لا يستهدفهم كاشخاص، لذلك تجدهم في انعكاساتهم هما كتحالف طبقي مسيطر ما عندوش نقاش على مستوى الشعب وهموم الشعب اليوميه. بالله عليك الشعب المغربي اليوم الذي يرزح تحت وطأة غلاء الاسعار وتحت التفقير وتهشيش الوضعيه وما عندوش تكن لائق، بالله عليك واش يقدر يواكب عمليه الخوصصه بهذا المستوى هذا عندما تتوجه هذه المؤسسات العموميه لبيع خدماتها؟ اذا هذه المعضله الاساسيه. ما التعاقد الا اليه من اجل تمرير مخطط الخوصصه، لان مخطط الخوصصه هو الجوهر، هو التوصيات التي صدرت على المؤسسات الماليه المانحه، اي انها يجب الدوله ان تتخلص من هذه القطاعات اللي كتقل كتله الاجور، وبالتالي يجب عليها ان تعطيها للمؤسسات العموميه المستقله ماليا لكي تسيرها وتدبرها وتدبر كل النفقات التي تحتاجه. إذا الهدف هو الخوصصة، استهداف للشعب المغربي وليس للأساتذة المفروض عليهم التعاقد فقط، لأن هذا 100 ألف و2000 من الأساتذة المفروض عليهم التعاقد ليسوا هم من فرض عليهم التعاقد، وإنما مفروض على الشعب المغربي المتدخل في المدرسة العمومية ككل، فرض على الأسر التي أقر القانون الإطار ديال 2019 أقر بضرورة إشراك الأسر في تمويل هذه المنظومة التعليمية، بمعنى بفرض رسوم مستقبلا على هذه الاسر، وهذا الشيء راه غادي بالتدريج. اذا التعاقد الخطر المحدق به، يعني الخطر المحدق ماشي بالاساتذه المفروض عليهم التعاقد لوحدهم، وانما على الشعب المغربي ككل. هاد 80% من المغاربه اللي كيقراو وليداتهم في المدارس العموميه كلهم مستهدفين من هذا التوظيف بالتعاقد، لان هذا التوظيف بالتعاقد هو البوابه ديال تحقيق تلك القفزة نحو بيع خدمات التعليم لأبناء الشعب المغربي. لذلك لا نقول الآن، زعما إلا بغينا نبنيو خطاب مجتمعي، لا يجب علينا أن نقول الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وإنما يجب أن نقول للشعب المغربي مفروض عليه التعاقد. وتحية لك. شكرا سيدي.
الله فيك بعد توضيحك لك جزيل الشكر. أعود إلى الأستاذ رجاء إيتسي. يتم الترويج في وسائل الإعلام الرسمية غالبا وفي صفحات طبعا ذات توجه رسمي الوزارة، تبحث جديا عن حلول معقولة لملفكم، مثلا التجويد، نظام الطبقة، الممثلة إلى غير ذلك. أن الوزن مؤخرا كيقولنا راه باقي غير جوج ديال النقاط اللي هما الصندوق ديال التقاعد، ولا خاصة أن نحن يعني في يعني صعوبة توحيد صناديق، باقي مشكل تقني بسيط اللي هو ديال الحركة بين الأندية الوطنية، وحنا كنشتغلوا إلى آخره. شنو رأيكم أستاذة رجاء في هذا الأخطاء؟ مجددا العموم، الاتفاقية الوطنية للأسيدة الذين فرض عليهم التعاقد عندها طبي واضح بدأت كتناضل عليه منذ تأسيس ديالها، يعني منذ 4 مارس 2018. بالتالي المطالب ديال التنسيقية واضحة، على رأسها إسقاط التعاقد وإدماج الأساتذة والأستاذات في أسلاك الوظيفة العمومية. هذا هو الشعار ديال التنسيقية، وهذا الشيء علاش كتناضل التنسيقية منذ الآن، منذ أزيد من 3 سنوات من التضحيات الجديدة. عندنا ضحى الحياة ديالو، عندنا الشهيد عبد الله اللي استشهد في 24 أبريل في مبيت الليل اللي كان. أستاذة رجاء، وين أستاذة رجاء؟ عندك الصوت ما كانش قبل يعني قبل بداية اللقاء، ما كانش معروف واش كتستعمل ريزيكوتور. لا ما دابا كتسمعني؟ اشوف في الصوت صراحة للأسف ربما في طريقات راه كتسمعني دابا؟ كنسمعك ولكن للأسف صوت الجودة ديال الصوت عندك أصبحت جد رديئة. ما ربما حتى الإخوان أستاذة رجاء، الآن كتسمعني دابا؟ كاين إشكال في الصوت قبل البداية ديال اللقاء، أو في بداية اللقاء كان الصوت جيد جدا، ولكن الآن أصبح ما سي عثمان أو شوش معنا سي عثمان تسمعنا ولا لا؟ معكم أستاذ. غنحل لك السؤال بينما ربما الأستاذ نرجع ربما أنك تخرج على الإمكانية ونحيي الكلمة أستاذ عبد الله. ذكرني بالسؤال سي عثمان. سؤال سلمنا على أن الوزارة طريق مختلف وسائل الإعلام الرسمية وصحة طبعا اللي محسوبة على الوزارة إلى آخره، تقول أنه أو أنها تبحث عن حلول جدية وأن في صوب يعني إعداد واحد نظام أساسي شبيه بالنظام الأساسي الموظف في الوزارة الوطنية، وكتفتش على حلول مع نعم خاصة قلت لها جوج ديال النقاط، خاصة النقطة ديال الحركة الانتقالية الوطنية ونقطة التقاعد. نعم. مع العلم أننا هنا يعني هناك سياسة لإدماج حاليا، شنو الرأي ديالكم في هذا الشيء سي عثمان؟ نعم، تحية لك وتحية للأستاذة رجاء وتحية للمتتبعين. التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عندما تناضل ضد مخطط التعاقد تناضل بوعي أن مخطط التعاقد هو استهداف لمجانية التعليم وأنه استهداف للشعب المغربي، وبالتالي لا نناضل على تكريس وضعية للعبودية بشروط جيدة. وضعية العبودية بشروط جيدة
لا نناضل من أجلها، أي أننا يبقى التعاقد ونحسن لك المداخل ديال المهنة، مسارك المهني. نقاش المسار المهني لا لاغين بالنسبة لنا. بالنسبة لنا النقاش يجب أن ينصب حول إسقاط مخطط التعاقد بما هو ضرب لمجانية التعليم، بما هو استهداف لحق المغاربة في تعليم ووظيفة عمومية، وبالتالي التراجع على الوظيفة العمومية أو سحب الوظيفة العمومية من داخل قطاع التعليم هذا لا نسمح به بالبت والمطلق، وبالتالي لا نقاش حول تحسين ظروف التعاقد. لذلك التنسيقية الوطنية لا تعتبر أن لها ملف مطلبي بأنه كالطالب شي حاجة لفئة معينة اللي هم الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وإنما هي لديها حق كان بالأمس القريب، يعني هو حق الإنسان في وظيفة عمومية، حق ذلك المجاز وذلك التلميذ عندما ينتهي يعني من مساره الدراسي ويحصل على شهادة تخول له الوظيفة العمومية أن يجد هذا الحق وهذا المكسب التاريخي ما زال قائما. إذا أي نقاش خارج إسقاط مخطط التعاقد في شموليته والعودة إلى الوظيفة العمومية بمعنى إدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية وبمرجع نظام الأساسي الموظف الوزارة عفوا، هذا نقاش لاغي. الوزير والدولة معه كما أشرت سابقا أنها كتمشي في مراحل تدريجية ديال فرض الشروط، بمعنى أنها سوف تفرض عليك شروطا أكثر قسوة في واحد المستوى معين، هو اللي تم فيه فرض التعاقد في 2016 كأمر واقع، ماشي في 2016 فقط، هو كان بالتدريج ولكن كتنزيل فعلي وأجراء فعلية كانت في 2016. بعد الدولة عرفت أن غيكون واحد رد فعل من أحرار وحرائر الشعب المغربي اللي هم الأساسي المفروض عليهم التعاقد، فكرست هشاشة من نوع آخر بطرد مجموعة من الأساتذة، ويتعلق الأمر هنا بطرد الأستاذ حسين بوغمان عن مديرية زابورة، كذلك الأستاذ العلوي الإدريسي عن مديرية بولمان، لتكون بمثابة الشرارة ديال النضال من طرف التنسيقية الوطنية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد لإسقاط هذا المخطط، مخطط الذل والهوان اللي هو مخطط الخوصصة. الدولة عرفت أنها خصها تفرضوا بنوع من التدريج، ما تعطيش تحسين ديال الوضعية ديال العبودية ككل في البداية، لأن اللي عطاتها غيولي النضال أشد ويولي المد النضالي أشد، وبالتالي يجب عليها أن تفرض شروطا أكثر قسوة لكي تحسنها فيما بعد، ويعتقد الجميع بما فيهم المجتمع المغربي أنها استجابت لمطالب الفئة اللي هي الأساسيين المفروض عليهم التعاقد. نقول من داخل التنسيقية الوطنية للأساسيين الذين فرض عليهم التعاقد أن نضالنا هو نضال الشعب المغربي، نضال من أجل مدرسة عمومية مجانية للجميع، والمجانية لا تستقيم في ظل التوظيف الجهوي أو التوظيف بالتعاقد أو 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 من المسميات، لأن هذا التوجه ديال التوظيف الجهوي أو التوظيف بالتعاقد، وهذه هي النقطة المهمة، هو أنه يخول التوظيف للأكاديميات كمؤسسات عمومية، وهذه المؤسسات العمومية شرط قيامها أن تكون مستقلة ماليا وإداريا، استقلالها المالي يقوم كذلك على بيع خدماتها، وبالتالي إسقاط التعاقد أو عفوا تحسين مجانية التعليم وتحسين المدرسة العمومية هو رهين بإسقاط هذا المخطط. إسقاط مخطط التعاقد يجب أن يصدر مرسوما يسقط هذا المخطط، مخطط التعاقد، ومن ثم إدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية كتحصيل لهذا المكسب التاريخي للشعب المغربي. عندك تلميذ أنا لو كنت غادي نقريه بالفلوس وفي الأخير نخدمه في وضعية هشة، فحسب المنطق الاقتصادي راه ما غيبغيش يخسر فلوس باش ما يجيبش الفلوس، حسب المنطق الاقتصادي اللي كتفكر به الدولة. بالتالي نضالنا ليس نضالا من اجل تحسين الوضعية، وليس نضالا يرتبط بشخص يطمح في تحسين وضعيته، لان لو كنا كنطمحوا فقط لتحسين الوضعية كان مطالبنا غتكون واحدة اخرى، مطالب ديال انني خصني نزيد في الاجر وغير ذلك، ولو أن هذا النقاش نقاش في مستوى آخر، لكن المطلب الأساسي هو نابع من إيماننا بالعدالة ديال القضية، بتحسين مدرسة عمومية لكافة أبناء الشعب المغربي، وتحسين مكسب تاريخي اللي هو الوظيفة العمومية، تحسين المدرسة العمومية بإسقاط التعاقد، وتحسين المكسب التاريخي في الوظيفة العمومية بإدماج الأساتذة وترك الوظيفة قائمة، ترك الوظيفة العمومية من داخل قطاع التربية والتكوين
قائمة كحق وكمكسب تاريخي وتحسينها. الدولة الآن عندما تحاول أن توجه الرأي العام في هذا النقاش ديال أنها تستجيب لبعض المطالب الجزئية اللي كيعانوا منها الأساتذة، ولا بقيت نقطتان، ولا التعاقد ما بقاش، هو تمويه، هي سياسة التمويه من أجل فرض مزيد من الهجومات، مزيد من الهجومات اللي بدات كتبان بالملموس أن الدولة تتوجه إلى حذف كلمة وظيفة وتعويض النظام الأساسي، حتى الأساتذة الرسميين تعويض النظام الأساسي ديال موظفي الوزارة، تعويضه بنظام يشمل الكل يسمى النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين. مهننا القطاع التعليم، هذه المهننا القطاع التعليم سوف تأتي بشروط إجحافية أكثر، أي أنها تستنزف هذا الموظف بمهام أخرى اللي كانت في الأمس القريب كانت عبارة عن وظائف قائمة. اليوم الأستاذ هو اللي كيقوم بحراسة التلاميذ، اليوم الأستاذ هو اللي خصو يمسك النقط في مصر، خصو يراقب مصر ويمسك الغياب، وكل هذه الأمور هذه اللي كانت هي عبارة عن وظائف ديال الحراس العامين وديال النظار. المؤسسات الآن تشهد حالة فوضى على المستوى الإداري، المديرين كذلك يحتجون عن وضعهم الوظيفي. كل هذا الحراك ككل تحاول الدولة أن تجمعه في نظام أساسي واحد لمزيد من الهجوم، وغتلقى له الصيغه ديالو في تغيير حتى مستوى الترقيه ديال الاساتذه اللي كان معمول به في الوظيفه العموميه نظام ترقي اللي هو يقوم على يعني اربعه مداخل، اما الترقيه بالاقدميه بالاختيار بالشهاده او بالتسقيف. الان الدوله تفكر مليا، وان هذا الشيء منصوص عليه في القانون الاطار، انها تولي عندها الترقيه بالمردوديه، والمردوديه تقصد بها ان مزيد من استنزاف الاستاذ بمهام اضافيه. عندنا الاستاذ الرئيس، الاستاذ المصاحب، مجموعة من المهام الإضافية، التوجيه، التخطيط، الدعم النفسي، كلهم ستصبح من مهام الأستاذ المفروض كانت وظائف قائمة الناس. إذن هذا التقليص المهام وإضافتها للأستاذ، هذا هو التوجه ديال الدولة ديال الاستنزاف، توجه ديال فرض مزيد من الهجومات على الأساتذة، سواء النظاميين من داخل الوزارة أو الأساتذة المفروض عليهم التعاقد. إذن نضالنا لا ليس نضالا من اجل تحسين وضعيات العبوديه، وانما هو نضال من اجل استعاده حق سلب، هو حق في الوظيفه العموميه وحق في مدرسه عموميه للجميع. شكرا استاذ عثمان، عاد الينا الاستاذ رجاء مجددا، نتمنى ان شاء الله الصوت يكون واضح، صوتي وصوت الاستاذ رجاء ايضا وصوت الاخوه. أستاذ رجاء، آخر إنزال وطني كان فرع خلف تدخلات شهادة جميع القوات المساعدة شاركوا فيه ما شاء الله، مقدمين يعني ورجال الداخلية بكل شنو رأيكم في هذا التعاطي مع هذا التدخلات وكيفاش كتشوفوا أستاذ رجاء؟ تحية مجددا، كنتمنى يكون الصوت مسموع دابا. في علاقة بالتدخلات القمعية اللي كانت في آخر إنزال مسموع؟ مسموع أستاذة، قلت في علاقة بالتدخلات القمعية لآخر إنزال وطني يوم 16-17، أولا هذاك ماشي أول قمع المسيرة أو لا شكل احتجاجي كتخوضو التنسيقية الوطنية. مجموعة من الأشكال النضالية منذ التأسيس ديال التنسيقية قوبلت بقمع أدت إلى اغتيال شهيدنا عبد الله حجيري يوم 24 أبريل، بالتالي القمع ماشي جديد على هاد على الدولة المغربية، لا في علاقة بالنضالات ديال التنسيقية الوطنية الأسيدة الذين فرض عليهم التعاقد، لا في علاقة بكل الحركات الاحتجاجية للتنسيقيات الأخرى من داخل قطاع التعليم، الحركات الاحتجاجية في الشارع. يعني كيبان لي طرحتي سؤال قبل، الوزارة كتطرح حلول معقولة، أنا الحل اللي بان لي اللي شفته هو القمع الممنهج، هو الاستعانة بالبلطاجية، هو الاستعانة بكل أشكال القمع والترهيب. بالتالي كما قلت، احنا غاديين في سياق معركتنا النضاليه، ومتوقعين على اعتبار اننا عارفين طبيعه الدوله المغربيه
والحلول اللي كتلجأ لها القمع، الأصوات الحرة والقمع الاحتجاجات، بالتالي مو متوقعين يقمعونا، متوقعين وراه راه بدات، راه ما كاين ما اكثر من اغتيال أب جاء يسد الموقف مع بنته، مع هدى هاجيلي، دفاعا عن حق ابنته في وظيفة عمومية، دفاعا عن حق أبناء الشعب في وظيفة عمومية وفي مدرسة عمومية. الإجابة اللي دارتها الدولة المغربية هي أنها قتلاته، مجموعة من الأساتذة تضربوا، مجموعة من الأساتذة تعتقلوا، مجموعة من الأساتذة عندهم متابعات لحدود الساعة، عندهم إدانات، سعيد كراوي، إسماعيل كزو، تم فرض مؤخرا البراءة ديال سهام المقريني، زكريا القوطي، ومجموعة من المتابعات في حق الأساتذة والأستاذات. كذلك ملي كنديروا الإضراب كيتم الاقتطاع من الأجور، أنا كنعتبروا هذا شكل من أشكال القمع المادي، يعني كيحاولوا أننا يحاصرونا باش أن نتقهروا، واحد ملي كيتقهر في الجيب ديالو راه صافي، لأننا خدامين على داك الصالير بالدرجة الأولى باش أننا نحسنوا من الوضعية ديالنا. ملي كنديروا الإضراب على اعتبار أنه حق، على اعتبار أننا كندافعوا على حقنا، كيتم الاقتطاع من الأجور. ديك الدعايات الإعلامية المغرضة كذلك هي نوع من أشكال القمع. ثم كيجي داك القمع المادي الملموس، يعني بالاستعانة يعني بالجهاز ديال القمع كامل بشتى التلاوين ديالو، زائد ما كفهمش داكشي، زائد البلطجية وما إلى ذلك. عندنا حنايا إنزال يوم 6 و7 أبريل في الرباط، وعارفين أن غادي يكون قمع، ومستعدين أننا نضحي في سبيل القضية ديالنا. بالتالي إذا كانت الدولة كتراهن على ان القمع هو اللي غادي يثنينا عن مواصله المسار، راها غلطه، والتجربه تبتات ان هذا الرهان هذا هو رهان خاطئ. الاساتذه ما حد كيتهانوا في كرامتهم، والا كيزيدوا اصرار وصمود على الدفاع عن مطالبهم. لا يعقل الاستاذ جاي من الصحراء للرباط باش يهضر بفمه، باش يرفع الشعارات، باش يعبر على الموقف ديالو، يقابل بقمع همجي. كما قلت ان حنايا ماشي زعما مصدومين من هاد الحدث هذا، لان راه على مر التاريخ الانتفاضه ديال 23 مارس، الحركه ديال 20 فبراير، الحركات الاحتجاجيه من داخل الحركه الطلابيه، الحركات من داخل القطاع ديال التعليم، قطاع الصحه، كله كيتقابل بالقمع، ولكن بالصمود وبالاصرار وبالتضحيه وبالايمان بحتميه النصر. اكيد من بعد هذا القمع هذا كيجي الانتصار، وهذا الشيء اللي عولين عليه من داخل التضحية الوطنية، هو أن من بعد القمع أكيد سننتصر. سننتصر لماذا؟ لأن قضيتنا عادلة، ونحن أصحاب حق، ومؤمنون بعدالة قضيتنا ببساطة. شكرا، رجاء أعود إلى الأستاذ عثمان. دائما اللغات التي تنشرها تربطون نضالكم في خرجاتكم الإعلامية وفي يعني البلاغات كما قلت بقضايا الشعب المغربي ككل. بزاف نظر البعض كتبقوا هذه المسألة ديال التعاقد يعني في الدولة وكذا، لماذا ربط هذه المسألة بهذه القضايا هذه؟ نعم، تحية لك. ولو أن الصوت غير مسموع يعني بوضوح، ولكن التقطت الإشارة. لماذا نربط نضالنا بالشعب المغربي؟ هذا هو أستاذ السؤال. عثمان، الأهم، نعم، الأهم أن يكون صوتكم مسموعا. تحياتي للأستاذ عبد الله، وتحية لعموم المتتبعين من أساتذة ومن الشعب وبنات الشعب المغربي. لماذا نربط قضية الدفاع عن المدرسة العمومية، قضية إسقاط مخطط التعاقد، قضية المجانية بشكل المغربي؟ لأن وحدة الشعب تتجلى في المدرسة العمومية، تتجلى في هذه الحقوق التي تلامس عمق الشعب المغربي، عمق الشعب المغربي الذي تحاول الدولة أو يحاول هذا التحالف التابعي يعني المعادي لمصالح الشعب المغربي، من اللي كيفرض عليك اولا من الناحيه الاجتماعيه، كيفرض عليك واحد ضرب ديال القدره الشرائيه ديال عموم الشعب المغربي، ملي كيولي عندك مواد غذائيه في ارتفاع صاروخي،
وفي نفس الوقت هناك هجوم على حق المتعلم في التدريس المجاني. إذن كلها سياقات هجوم على حقوق الشعب المغربي، لأن نحن كأساتذة خرجنا من رحم معاناة الشعب المغربي. أنا شخصيا ومثال يقاس عليه العديد من الأساتذة، وأنني تربيت في ظروف عيش المغاربة الحقيقيين المفقرين، يعني المحرومين من أبسط الحقوق، لكن بالكفاح والنضال والاستمرارية تحاول أن تسترد ذلك الحق المغتصب منك. فالشعب المغربي اليوم يهاجم على مستوى القدرة الشرائية دياله في المواد الغذائية، وراك تشوفوا أنتم ارتفاع الصاروخ ديال، يهاجم كذلك في حقه الحصول على وظيفة قارة، يهاجم كذلك في حقه في مدرسة مجانية. إذا نضالنا من أجل استعادة هذا الحق في الوظيفة العمومية، ونضالنا من أجل تحقيق مدرسة مجانية وتعليم عمومي مجاني وعلمي وجيد لأبناء الشعب المغربي، وتعليم ليس تعليما طبقيا، تعليم لمن يملك وتعليم لمن لا يملك، هو نضال شعبي، هو نضال من رحم الشعب. وهذا إسقاط التعاقد هو الفيصل في تحسين هذه الحقوق للشعب المغربي. لذلك أنا أتساءل، يعني بشكل عكسي أو نقول عليها برهانا بالخلف، ماذا لو تم إسقاط مخطط التعاقد؟ ما انعكاسات إسقاط مخطط التعاقد على الشعب المغربي؟ أليس إسقاط مخطط التعاقد وتحصين وظيفة عمومية في صالح الشعب المغربي؟ أليس كذلك تحصين مجانية التعليم ومدرسة مجانية لكل أبناء الشعب المغربي، ومن بعد ذلك الشيء يتم تحصين وظيفة عمومية قارة؟ أليس كل هذا من صالح الشعب المغربي؟ إذا نضالنا لا ينفصل عن نضال التنسيق ونضال الشعب المغربي ككل. إذا نحن نناضل الآن لأننا في الصف الأمامي، لأننا في الصف الأمامي لأننا المعنيين المباشرين كأساتذة، لكن نناضل على قضايا لها امتداد بالأسرة المغربية، نناضل ضد ذاك البند اللي كاين في القانون الإطار اللي كيدعي للأسر أنها تساهم في المنظومة التعليمية، تمول المنظومة التعليمية. كنضلوا من أجل أن يحصل ابن الشعب على وظيفة قارة، نناضل على أن يحصل ذلك التلميذ اللي هو الشعب على مدرسة عمومية مجانية وزمن مدرسي كافي، نناضل على كل هذه الأمور. بالعكس الدولة تنهج المنهجية الأخرى، منهجية المزيد من الهجوم ومزيد من استهداف لأبناء الشعب. بالله عليك الدولة الآن في هذه الفترة ديال الحجر الصحي، فترة كورونا ككل، من البداية حاولت ما أمكن تعتمد التعليم عن بعد، ياك شهر مارس العام اللي داز بدات التعليم عن بعد، وكانت تحاول أن توظف إعلامها لإقناع الناس بأن التعليم عن بعد سيحل هذا المشكل ديال التعليم في هذه المرحلة هذه، لأنها مرحلة استثنائية ومرحلة وباء وما يمكنش يكون التعليم الحضوري. لكن بالعودة إلى قانون الإطار سوف نجد مؤسسة التعليم عن بعد ينص عليها قانون الإطار الذي صدر في 2019 قبل كورونا. غنسولو علاش التعليم عن بعد من منظور الدولة؟ علاش التعليم عن بعد؟ لأن التعليم عن بعد يسهم أولا في فتح المجال أمام قطاعات خاصة للولوج إلى تقديم خدمات التعليم، لأن التعليم عن بعد السي عبد الله هو مثلا بحال هذا اللقاء اللي دايرين أنا وياك، والتعليم عن بعد بحال هذا اللقاء. سي عثمان اسمح لي، سي عثمان اسمح لي، اسمح لي غادي نقف في هذه المسألة غير باش توضح. التعليم عن بعد قلتي أن الدولة قد دخل وكذا 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 وباء إلى آخره، ولكن حتى ثلاث دول العالم يعني اللي وصل للوباء واللي تأثرت كبير حتى هي عن بعد، فماشي الإشكال غير في المناطق. نعم مرحلة الوباء هي الدولة، دائما أقول أن الدولة دائما تختار المراحل والفترات ديال الهجوم، بمعنى أنها تستغل حتى المراحل التاريخية للهجوم. استغلت الظرفية الصحية لمؤسسة التعليم عن بعد لفرضه وللتطبيع معه، يعني الناس غيقبلوه ذاك الساعة، وحتى مجموعة من الأساتذة سواء كانوا مفروض عليهم تعاقد أو
ولو أن التنسيقية خرجت بقرار عن وعي لمقاطعة هذا النمط من التعلم، لأنه نمط فاشل في بدايته، لأنه الشعب اللي كيقرا في الدوار راه ما عندوش حتى الضوء، غادي يكون عنده شبكات أنترنت سي عبد الله، غادي يكون عنده هاتف محمول أو هاتف ذكي، يعني هذه الأمور هذه هي التي نناضل من أجلها، ومواقفنا مبنية على هذا الفهم الواقعي، فهم الواقع الملموس والتحليل الملموس للواقع الملموس، وليس فهما سطحيا بأننا أن التعليم عن بعد سيحل المشاكل، لكن سيحل سيخلق مشاكل أخرى، مشاكل تفاوتات ومشاكل هي مرتبطة بالعدالة المجالية ديال الدولة في سياقات عامة. بالله عليك، واحد تلميذ ما عندوش مسكين حتى باش يشعل الضوء باش يقرأ، غادي يتبع التعليم عن بعد، أليس إجحافا في حقه؟ أليس هضما لحقه في المدرسة؟ إذا هو الحضوري ما كيقدرش يوصل له، ما بالك أنه يتعلم عن بعد؟ أنا قلت بأن الدولة استغلت فترة الحجر الصحي لكي يتقبل الجميع فكرة التعليم عن بعد، لكنها هي نصت عليه قبل الحجر الصحي في قانون الإطار، أظن في المادة 42 تنص على التعليم عن بعد ومأسسة هذا النمط من التعليم عن بعد كتعليم موازي للتعليم الحضوري، بمعنى أن تفتح مجالا للمستثمرين اللي هما أصحاب شركات الاتصالات، أصحاب الأجهزة الإلكترونية اللي هي تليفونات والبيسيات، وكما كان في الجامعة مثلا كاين ذاك البرنامج ديال إنجاز، أظن أنهم كيفرقوا بيسيات بواحد الثمن معين يقولون عليه أنه ثمن رمزي، لكن في حقيقة الأمر هو ثمن فيه هامش ربح بالنسبة للشركة، راه غتنتج لك مثلا هاتف قيمته واحد 500 درهم باش ننتج في المصنع، وتبيعوا لك ب 600 لانه في السوق كيدير واحد 700، بمعنى انها نقصت لك شويه من ثمن السوق، ولكن في نفس الوقت لديها الربح. اذا الدوله اللي كتعتمد على التعليم عن بعد من اجل ارضاء خاطر هذه الشركات وهذه المستثمرين، ليس غيره على ابناء المغاربه، وكتنص عليه في قوانين وبتدريج. اذا التعليم عن بعد هنا كان تطبيع للاسر على انها تولي تادي مقابل الخدمه اللي هي التعليم. كنطبع على الاسر كيقول لي بلا تعطي هذاك 10 درهم ديال الكونيكسيون راها رخيصه، ولكن هي في نهايه المطاف هو اداء مقابل خدمه. اذا هذا هو التوجه الحقيقي للدوله، وهذا هو نضال التنسيقيه الوطنيه الاساسي اللي المفروض عليه التعاقد، نضال من اجل الحسم مع كل هذه المخططات ديال الخصصه، التعاقد، التعليم عن بعد، غير القانون الاطار، كل بنوده تصب في هذا المنح هذا، التبريرات التي تعطى حق توظيف جهوي ما توظيف جهوي، كلها امور او تبريرات، وهي الهدف منها هو التسريع في عمليه خصوصة ودفع هذه المدرسه للقطاع الخاص. شكرا قبل ان لان ما ذكر لي عثمان عنده التزام فغيغادرنا بعد قليل مضطرين نهيو هذا اللقاء. هنا طبعا نختار غير عند الاستاذه رجاء بسرعه من الزهيد اللي كان معنا في الاسبوع الماضي، معنا تنسيقيات الاخرى انتم ولديكم برامج مسطره كذا، هل تنسيقيات البرنامج ديالكم؟ الفكره هي العمل وحده مع باقي التنسيقيات وباقي النقابات ديال تحيات بخصوص النقاش ديال العمل الوحدوي مع باقي الاطارات النقابيه وباقي التنسيقيات. دائما التنسيقيه الوطنيه في بياناتها وفي دعواتها يعني ديما ماده يديها عفوا العمل الوحدوي مع باقي الاطارات وباقي التنسيقيات على أرضية ماذا؟ طبعاً على أرضية الدفاع عن المدرسة العمومية، والتنسيقية كانت سباقة لعرض مجموعة من الدعوات للقاءات من أجل يعني التنسيق في خطوات نضالية ميدانية من أجل يعني الدفع بالمعركة ديال التنسيقيات إلى الأمام، على اعتبار أن إذا كان الهدف ديالنا هو واحد يصب في نقاش الدفاع عن المدرسة العمومية في الدفاع عن الوظيفة العمومية، وكذلك العدو هو واحد، بالتالي لا داعي من برامج معزولة عن بعضها البعض. يعني في الوقت اللي غادي نقدروا نوصلوا
نجرؤ برامج وحدوية على أرضية الدفاع عن المدرسة العمومية كما قلت، يعني على أرض الميدان أكيد غادي تكون إضافة نوعية وغادي تكون قفزة نوعية في مسار النضال ديال الشغيلة التعليمية بشكل عام. من التنسيقية من جانبها أكيد دائما يعني تحاول ربط جسور التواصل مع باقي الإطارات النقابية وباقي التنسيقيات، يعني من أجل عمل وحدوي ميداني على أرضية واضحة. يعني حنايا كتنسيقية ما كاينش المشكل بهذا المستوى، بالعكس نحن نسعى إلى عمل وحدوي منظم على أرضية يعني ملفات مطلبية للإطار ديالها العام، هو الدفاع عن المدرسة العمومية والدفاع عن الوظيفة العمومية. رجاء ما عرفتش واش واضح الصوت ديالي الان. مجموعه الاخوه كي يعني كيلاحظوا على الصوت ديالي، ولكن حاولت كيفاش يكون صوت احسن. كان ضعيف سؤال، معي. استاذ عثمان، نعم استاذ عبد الله. علاش ما كتحاولوش توحدوا؟ علاش ما الأسرة الصوت هناك من غير، الأشياء لا الصوت ماشي غير مزيد. فقط المفروض عليهم تعاقد، ولكن التنسيقيات لماذا لم تسعى التنسيقية للتوحيد من يدرس؟ كما أشارت الأستاذة رجاء على أن أرضية الوحدة أرضية مطروحة دائما. أرضية الوحدة ضد النضال ضد مخططات الدولة التحريبية اللي كترفعها هي شعار الإصلاح، في حين أنه تخريب للمنظومة. فكل مجابهة كيفما كانت تنسيقية، نقابة، إطار يعني احتجاجي في الشارع، فهو يجابه من أجل صد هذه الهجومات. وبالتالي فالتنسيقية الوطنية الأساسية إذا مفروض عليهم التعاقد الآن، لماذا هي، لماذا مطروح نقاشها أكثر؟ وهذه ماشي مسألة يعني أفضلية في النضال أو غير ذلك، وإنما نقاشها لأنه يستهدف مجموعة من الأمور. أنا أعطيك على سبيل المثال، المفروض عليه التعاقد هو أستاذ مقصي من السلم، من خارج السلم، وهناك تنسيقية ديال المقصيين من خارج السلم. الأستاذ المفروض عليه التعاقد هو مقصي من الترقية بالشهادة، وهناك تنسيقية حاملي الشهادات العليا. الأستاذ المفروض عليه التعاقد يفتقر لجميع الحقوق اللي كتفتقر لها الفئات الأخرى. إذا فتنسيقية الأساس إذا المفروض عليه التعاقد هي ذاك المجمع اللي يمكننا نبنيو عليه جسور وحدة نضالية ميدانية لمجابهة كل المخططات ديال الدولة، ولما لا تحسين وضعية المدرسة العمومية والنضال من أجل انتزاع مجموعة من الحقوق المفروض أن تكون متوفرة في المدرسة العمومية، ما يضمن الحق للجميع في وظيفة قارة، وظيفة عمومية قارة للجميع بكل الحقوق المكفولة في الوظيفة العمومية. كذلك ما يضمن حق ذلك المتمدرس. وهنا لابد من الإشارة الهجوم الدولة كيف يتدرج. الدولة بمخططاتها دائما ما تحاول أن تخلق شرخا من داخل الحركات الاحتجاجية المجابهة لها. التنسيقية الوطنية الأساسية المفروض عليها التعاقد لكي لا يظل اتهامها بأنها تهدر زمن المتعلمين. هذه التنسيقية هذه النهار اللي كانت أول خطواتها كانت كديرهم نهار الحد وأيام العطل، وحملت الشارات السوداء والشارات الحمراء من داخل مقرات العمل دون أن تخوض إضرار. الدولة لم تستجيب ولم تعير الاهتمام، فاضطر الأساتذة المفروض عليهم التعاقد إلى خوض إضرابات. هذه الإضرابات مشاو وكي يعوضوا الأساتذة بعد عودتهم في علاقتهم مع التلاميذ. إلا أن الدولة عندما لجأت بسياستها، لا 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 يعني سياسة النيل من عزائم المناضلين، إلى السرقة من الأجور، السرقة المجحفة اللي كتوصل حتى 2000 درهم، ما بين 1000 حتى 2000 درهم من أجر أصله هزيل. فاضطرت التنسيقية الوطنية لأن توقف عملية التعويض، لأن أنت كتسرق لي حتى فلوس الإضراب، كتسرقهم بدون موجب حق.
إذا أنت تجرم كدولة، تجرم حق الإضراب، تجرمه بالسرقة من الأجور، تجرمه بالقمع الهمجي والاستعانة والتسخير من البلطجية في الشارع، تجرمه بالقانون لأنها تملك القانون في يدها، كتخرج لك قانون هذا تنظيمي حق ديال الإضراب، هو تكبيل للإضراب، أي أن يصبح الإضراب جرما، لأن حتى نضالنا الآن يجب أن ينفتح على مستويات أخرى تحصين هذا السلاح ديال الشغيلة ككل، وليس الشغيلة التعليمية، هو سلاح الإضراب اللي كتحاول الدولة جاهدة ديال أنها تحسن مع هذا السلاح وتجرم وترد الإضراب جريمة يعاقب عليها. وما المتابعات والمحاكمات في حق الأساتذة المفروض عليهم تعاقب، في حق المناضلين كاملين من داخل النقابات والتنسيقيات، إلا محاولة للتجريم. إحنا كتنسيقية لدينا أكثر من 5 ولا 6 ديال المتابعين فقط لنشرهم لبيانات التنسيقية، مع العلم أن الكل ينشر بيانات التنسيقية. إذا هنا محاولة للتجريم الإضراب. لدينا مجموعة من المحاكمات السورية في حق المناضلين، ذكرت الأستاذة مجموعة منها، الأستاذة سيام مقريني، الأستاذ إسماعيل كزول، الأستاذ سعيد كراوي، الأستاذ هيثم الدكداك، والقائمة طويلة. إذا هذا الهجوم هذا يجب أن يقابل بمجابهة حقيقية مبنية على أرضية قوية، وليست فقط الشغيلة التعليمية المعنية بهذا الأمر. وحتى التعاقد ليست الشغيلة التعليمية، اليوم نلاحظ كمهن تمريضية تم فرض التعاقد فيها. إذا الدولة تسارع الزمن لفرض هذا النمط من التوظيف ما يخدم مصالحها في خصوصة هذه القطاعات، لا الصحة ولا التعليم. إذا فإسقاط مخطط التعاقد الآن أصبح مهمة ملقاة على كل الشغيلة في القطاعات الحيوية، لا صحة لا تعليم، كذلك ملقاة على عاتق الشعب المغربي، لأن التعاقد كما أقول وأستطر دائما فرض على الشعب المغربي، ولم يفرض فقط على الأساتذة، ولم يفرض فقط على الممرضين، وإنما فرض على الشعب المغربي، لأن هذا الممرض وهذا الأستاذ هو ارتباط مباشر مع ذاك الشعب المغربي، هو ولد الشعب. وبالتالي فالمجابهة يجب أن تكون مجابهة شعبية لتحصين حق شعبي، حق الوظيفة العمومية وحق مدرسة عمومية مجانية. نعم سي عثمان، هذا الأمر واضح، وكان للأسف ما بقاش بزاف الوقت، الحديث ذو شجون، وأنا باسمي وباسم الإخوان في صفحة إيديو 44 يعني التحضيرات التجريبية داخل الكواليس المحطة النضالية المقبلة للإخوان، مفروض عليهم التعاقد الأساسي، مفروض عليهم التعاقد مع المغرب. باسم الإخوان في صفحة إيديو 44 أشكركم جزيل الشكر الأستاذ عثمان رحمني والأستاذ رجاء عيسي. أكيد أن ما قلت الحديث مما سينفعني للطلبة، إن شاء الله يكون على لقاء آخر عن قريب إن شاء الله لتقييم المحطة الطاقية المقبلة وتسليط الضوء على يعني ما ماج في وقت قادم إن شاء الله محطات إدارية أخرى. أين المعلن إن شاء الله عن اللقاء المقبل كما يظهر الآن على الشاشة، هذه سوف يكون لك مع تنسيقية أساتذة الزنزانة 10 بعنوان جسور عبرت منها أجيال وتركت للمعاناة والنسيان، من تأطير الأساتذة عبد العالي طبطوب من المديرية الإقليمية سالة، نادية التراس من المديرية الإقليمية سالة كذلك، الأستاذ محمد سومان من المديرية الإقليمية إسكان، الأستاذ يوسف عواد من المديرية الإقليمية مولاي يعقوب، وأخيرا وليس أخيرا الأستاذ رشيد الضيعة. الصخور في فرصة قريبة بإذن الله تعالى، مع تحيات الفريق.